التكافل الاجتماعي مسؤولية الجميع، خصوصا في الشهر الفضيل. مساعدة الغير وتقديم ما تجود به النفس، والذي تصدر العراق به أسمى عبارات العطاء بين أفراده، ولكربلاء الحصة الأكبر لما تقدمه لجميع الزائرين الوافدين للعتبات الدينية رغم الظروف الوبائية. ومثال ذلك تقديم أكثر من 1.5 مليون وجبة غذاء خلال عام 2020 في مضيف مرقد العباسي عليه السلام. قسم المضيف من الأقسام الخدمية الهامة في العتبة العباسية المقدسة، حيث يقدم خدمات مباشرة للزائرين، واختصاصنا كما تعلمون أنه تقديم وجبات الطعام للزائرين الكرام القادمين لزيارة المولى أبي عبد الله الحسين وأخيها بالفضل العباس عليه السلام. في هذا الشهر، شهر رمضان الكريم، يقدم قسم المضيف وجبات الإفطار قريبا تتراوح قريب 5000 وجبة في أيام الخميس وليالي الجمعة، الأيام العادية شوية أقل الأعداد. تحضير وجبات الفطور وتوزيعها على وفق بطاقات توزع بشكل عشوائي على جميع الزائرين وتقسم على أبواب متعددة، تبدأ بالعمل منذ الساعة 2 ظهرا وحتى موعد الإفطار، كون المطاعم قد تكون مزدحمة في هذه الأوقات. يرافقه الثناء على هذه الجهود التي تقدم يوميا أكثر من 5000 وجبة سحور وإفطار للوافدين. والله مطعم العتبة مطعم محترم، يقدم للزوار، مضيف الإمام العباس يقدم للزوار كافة الطعام والفطور وكل شيء، بماء وتمر وكل أشكال الفطور. توزيع ساعة بالثنتين للساعة بالستة توزيع البطاقة، هاي البطاقة تضع على الهوية، كل شخص كل زائر على هويته نفر واحد نطي خلال شهرين، يعني كل شهرين مرة واحدة يستحق الزائر على هوية كذا مثل ما قلت لك، ويبدأ التوزيع مثلا من الساعة بالثنتين للستة، من بعد الستة يبدأ التوزيع عندنا الطعام، الطعام يبدأ عندنا من الستة للثنتين اللي على البطاقة اللي احنا انطيناها وقصيناها على الحاسبة، هاي الحاسبة قلت لك خلال شهرين، يعني كل شهرين يستحق الزائر مرة واحدة. آلاف وجبات الإفطار توزع يوميا لزائري المراقد المقدسة ولمختلف المحافظات العراقية. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.